يا هلا والله شباب، في مقطع جديد وحلقة جديدة من تختيم. فلهالله الإضافة اللي نزلت قبل كم يوم عندنا متابعة، وصلنا آخر حلقة مكان. إذا ما تابعت الحلقة اللي طافت روح تشوفها. معاكم حسن من قناة حسن جيم تايم، وخلنا نبدي في الهالة بانتظارك. والله قتالات أسطورية راح تصير شباب، لا تفوتكم. أكيد أكيد كفى، لقد رأيت ما هو أسوأ. لست واثقة من ذلك. حسنا، كان ذلك مرعبا تماما. في لحظة كنت في غابة ثم وجدت نفسي في قفص مشتعل. لقد تحولت إلى هيليوس وعدت. كان هذا غير الراس اللي وياي يتحول حق هيليوس في الحلقة اللي طافت، وصار مرة واحدة طبنا من السماء. شغربة قاعدة تصير، ما ندري ايش قاعد نسوي. هذا لو هذا راح نختار هذا. هاي اشياء شباب، النصر الالهي، نبي النصر الالهي. نعم، بس ما عندنا الادوات اللي تحت، شعار موس بلهايم ما ادري شنو. عندنا ايتمات محتاج نحصل عشان نفتح هذه الاشياء شباب. الاصدقاء بد يحتاج شوي نجمع لنا اشياء عشان نفتح شنو هني بعد يصير؟ الصحة. حلو، عندنا بعد شنو؟ تطوير اغتنام الصحة. حلو، ما علينا شباب، خلنا نواصل. وين الطريق الحين؟ ناس، ما قلت لكم شباب قبل الإضافة لما تسقط يرجعونك من البداية. فالجريند. اي اي اي، هجموا هجموا علي، هجموا. تعال 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 تعال، معفن 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 معفن. هم قام قطع راسي، قطع راسه، هم قطع راسه. عجيب لما صار خون علي يقول لك ياه ياه ياه. وين هذا؟ حلو، تدمير. يعني شنو تدمير؟ تدمير معناته يمكن تصير عندنا الخاصية يعني. حلو، غيروا الاعدادات مال الاسلحه وبعض الاشياء. لو انا استعجلت بعد ما ادري. هم هذين يحتاجون هم السلاح هذا الثاني الناري، لان يتجمعون عليك مره واحده. ضربه الظل، ها والله النقاد النقاد واجد مدحوا في الإضافة اللي نزلت حق فالهالا اللي نلعبها الحين شباب. هو كان زين يرجعون الأجزاء اللي صارت في بلاي ستيشن 2 بلاي ستيشن 3، سونا في الشريط متكامل وخلاص. أخي أرجوك لا تتذكر النباتات المنفجرة. ذكرت شيئا عن غابة، تتذكر كونك في مكان آخر عندما أخذ هيليوس مكانك؟ أجل، أظن أنني لم أذكر ذلك عند هبوطنا، لكن أجل، كنت في غابة مثل هذه في شبابي، عدت إلى جسدي القديم أيضا، كان الأمر أشبه بالحلم بصراحة. أو كفى حديثا، إذا كنا سنتقدم الآن. هجموا هجموا علينا، هجموا. هيرفن قم، تعب تعب، قص راسك كريتوس، قص راسك كريتوس. قاعدين فوقه،
باه ضربني الاقراع. هم خذها اقرع. لا زعم فوق، لا اركب ليكم فوق اجلدكم الحين. بل جرب عليهم هذا. ها نسيت ان انا حاطت استعارة الصحة لما الغضب الاسبرطي. الغضب الاسبرطي يعطيني طقة طاقة. تعب تعب تعب، خذها عطني السلاح مالك يا اصلع. لا نستعجل شباب، لان يقولون ان يقولون لما تسقص يرجعونك من البدايه. حلو، حد الان ما طلع لي النبوس يعني. مواجهه كل ناس عاديين. نبي لإعصار نريود. ها هذا مكان غريب عجيب، إضافة غريبة عجيب شباب. إضافة غريبة عجيبة. دمنا فول. صندوق للأمر ضريبة لكنه يستحق الصحة. خلنا نجرب. نقصوا من طاقتي. مباركة العدالة مباركة الشرف. خلنا نطق هانا. الغضب. يلا مو مشكلة، نقصت اشياء من طاقتنا. عندي طاقة هنا صارت تقريبا فل. الغضب الاسبرطي نقص بعد. عجيب اسمه الغضب الاسبرطي. اكيد راح نواجه بوس الحين. مبند يعني الطريق من هنا. اكل باب. اكو داك شباب براويكم اياه في نفس ال هذا 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 هذا. خذها خذها فجر راسه. لا تقاطعني. فوقك ما فوقك، اقطع راسه هني. ده انا مسوي حمايه. اقطع راسك كريتوس قصه. يتعفرتون نفسه يتحركون بسرعة هلين. ده كبير هذا. هم خذها ضربة السماء الجليدي ما يواش. هاي فلتوه خذها. اقول لكم يتحرك بسرعة يا زعم. خذ بعد واحدة. خذ لك بعد. خذ لك بعد. ينبلي الضربة القاضية هذا. هم
حين ناخذ الدمع قبل ما خلصناها. ناس ما قلت لكم شباب اذا سقط رجعوني من البداية. التعذيب الروني ها. لما لا نتحدث عن صورتك في الضريح التي نراها باستمرار؟ إن كنا نراها في فالهالا فلا بد أنها مهمة لك. إنني أتساءل، ربما لأن الحب والاحترام أفضل من. وين أروح الحين؟ أكو باب مني تحت؟ اسمعني، وليس وباب فوق. أذكى رجل على قدر. ما أدري، خلنا نشيك هذا. أظن أن الانضمام إلى مجلس فريا سيضعك في المكان المناسب لتسلك هذا الطريق. مفهوم يا أخي. ربني. كلاب معفن. لو وياي واحد يساعدني زين. كفى نيرانا. جمعوا علي. هم هاي اول واحد خلصنا منه. فلت نار الوسخ. تعال. قام انقطع راسه. انزل تحت، انزل تحت، فجرك يا وسخ. ما ادري شباب هل احنا في متاهة لو شنو؟ انا كأني جيت هالمكان من قبل يعني. هل نمشي عن نفس البيبان لتطلع الينا لو شنو بالضبط؟ ما ادري لان خلنا نروح الحين. وحاطين جمجمة، شكل بنلاقي بوس. خذها. هم خذها. قطع راسها. هدفك موجود في ساحة المعركة. بل ايوه. اكثر من الذيل. هم ديناصور. هد. هم. تعب تعال. اقطع راسك ريتوس. قطع راسه. قص راسه. قصاه. كسره. انا قايل لكم شباب هذه اضافة غريبة عجيبة يعني ما ادري شلون يعني. يطلعون لك الاشياء من الاشياء اللي طافت يعني. تدمير يعني شنو يعني؟ هل ان التدمير معناته انه يصير عندي لو؟ ما ادري انا سويت هذا الشيء ولا علي؟ كاتمين تدمير. شكله صار عندي القوة يعني. سيكون الطريق للمنطقة الأعلى مفتوحا. هناك الطريق. هذا شنو؟
ندخل الغمامة، دخلنا الغمامة هذه، دخلنا الغمامة شباب. اوه هذا شنو هذا؟ تنين الدريكي. جلده جلده، خذها يا وصخ. بان بان يضرب ذي بعد. بان عيدك اللي حبيبي خال تستعجل حسن، لا تستعجل أقلي شوي حسن. هم تعب 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 تعب. روح حبيبي واجه واحد ثاني. جيت واجه واحد بقوة كريتوس، انت منه جيت واجه انت؟ الصناديق هذه شباب سي تحصلها. ايه تحصل مهارات، تحصل اشياء، شحن طاقتك. حلو. اوه فهمت، يجب ان تكون العوالم البدائيه في اعلى مستوى. لنعد الى صورتك على هذا الضريح. الطموح قد يكون مدافعا ساما، لكن طموحك هو مساعده الناس وليس تحقيق أي مجد شخصي، بل أن يصبح العالم أفضل. أعتقد أن هذه الصورة ربما تكون رمزاً لرغبتك في السير. راس مال عجل مال شنو؟ أوافق أن قبول عرض فريا هو الأفضل. يمكن فيهم شيء. أظن أننا هنا للتأكد من هذا بطريقة أو بأخرى. كان ضباب. ها اذا في بوس خليه يطلع لي نواجهه يا جماعه. لا عجيب المكان هذا. بل طلعوا من تحت الارض. لقد وصلنا الى التماثيل. اتذكر وصلت هالمكان من قبل. ذكريات الاسماء في فالهالا بذكرياتك المدفونه. من الطريق؟ لا فوق، يمكن فوق الطريق ولا هني بعد شكله. ايه الطريق فوق شباب. سلسله، شوف السلسله شباب. بنايات، شلون بنوا هالبنايات هذه؟ وهنا اللي التقيت براس هيليوس. موسيقى أسطورية. سيغي لالا. مرحبا لقد عدت. إن كنت سأحملك. تحول راس هيليوس أكونكم ما تشوفون شباب. أجل أيها الأحمق. أجل أيها الأحمق. لقد من الأفضل أن نتجول في الحي القديم ونرى الأصدقاء الذين يتطلعون إلى إعادة العلاقات. قرارات قرارات. تحدي محدد بوقت. شنو يعني هالكلام هذا؟ قتل المختارين من فالهالا. شنو الكلام هذا يعني؟ مقلت
عين عائمة لجسد؟ لا مقلة العين؟ يبدو هذا سهلا. كنت تبحث عن السهل. يمكن كل ما تقتل تنقص الطاقة يعني عشان ينفتح لنا الباب. ها الجيش لا احد بات. اسمع الموسيقى. اضرب بدرعك تبا بات. ها 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 سوي لي حركة الاندرتيكر. سمع الراس شنو يقول. يشحن طاقته. بو بو بو. لا تشحن طاقتك. تعب قصه رز السيف الرطمه. لقد قتلت الشيء الذي طلب منك احدهم ان تقتله. مرحى. التنشيط المتهور خلنا ناخذه. تذكر أن أعدائك يزدادون قوة كلما طال وجودك هنا. في بعد هنا هذا شيء. بان أيوة. سوي حماية. هم جلده. لا سوي حماية. ايش تضرب؟ ايش تضرب؟ ها؟ معفن انت؟ خلفك عيون الابلة. ليش استعدت الطاقة بالغلط؟ تعال 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 تعال. ما صارت ايه؟ قصة قصة. قتل المختارين من فالهالا. وانا اروح لها. هذا تطلع لي اشياء ساعة اختار اشياء بس شري هنا. واجي الصناديق كان حيطلع لك صندوق. طاقة. طريق يمكن من هنا. فل. ضربة من فوقك. قام قام. هذا الفغاليل ما ادري وش اللين. ضربة من فوقك. لدينا تحدي متوسط. المزيد من التحديات يعني المزيد من الضعف. اوه هذا هذا. هل احتجت لأشرار بدائيين مسلحين؟ بان غش بعد عن الضربة. فات علي السهم الوسخ. معفن معفن معفن. نيران من اليسار. نيران من اليسار. اللي فلتون من الخلف. هرب شل عليه. تعال 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 تعال. فيك قاعد ترمي انت. سوي ما ادري شنو حركة غريبة. فلت السم فلت السم.
شيء غريب. تحمسون، تغيير لطيف في السرعة. موسيقى عجيبة ما تع لقعد. وش فيك انت؟ متعفنة انت، متعفنة. ماتت. انتهينا منهم. موسيقى عجيبة اسطورية، نسمع افتراس الجليد صعق الرامي. خلنا انا قلت لك اختاره بس، يعني ما ادري ايش قاعد يعطوني. ومتاهة، قاعد امشي في طريق ما ادري هل الطريق ان انا صح. شكلا ان انا صح، كما يبدو ان انا في الطريق الصحيح، بس عين هنا المكان بلها الله. انا جيت من هذا الطريق، يعني نروح هذا الطريق عيان يعني. كسرهم يمكن يطلع عليك طاقة، يطلع عليك ايتمات، يطلع عليك اشياء معينة. هاي طاسة ثانية بعد مني كسرها. اقول لكم اصداء الذكريات. ها طاقة حصلنا، حلو. الهيلث انا اسميها طاقة شباب. ساعات ما يطلع علي ان في واحد بيضربك على جانب لا هلين بعد فيهم بعد. فيهم بعد قوه بعد، ما يموتون بسرعة هلين. قام. موسيقى عجيبة، اسمها ذكرتني بذكريات الأول، الأجزاء اللي طافت. أنا لعبت جميع أجزاء السلسلة هذه شباب، حتى اللي على البي اس بي اليدوية. هل أنت أعمى خلفك؟ أيوة أيوة، قوم قوم عجيب، قوم. هل أنت أعمى؟ سوي قام برايك شلون اسوي حماية اطيرك في السماء. يلا سوي حماية وسخ. الضربة انها ذكية. طاسة نكسرها نحصل شيء. يا حط لنا داخل شيء. مسكر هني وانا اروح اجا. يمكن تنزل تحت بو. حلو حلو حلو، خلنا مكاننا. هل سنعود إلى القفص؟ أظن أن فالهالة تمنحك فرصة ثانية. الغضب كائنة هاربي، حان وقت الاحتفال. What؟ كائنات هارفن هي شنو بعد؟ قام. الذي ضربت
له هذه المرة يا كريتوس. انتظر، لا تخبرني. بصراحة التشويق هو الشيء الوحيد الذي يبقيني مستيقظا. حلو 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 حلو، هل يسوي حماية؟ قم. إليك فكرة متطرفة، ربما ستعد تضحية في حال ضحيت بشخص مهم لك. أظن أننا نعرف أن هذا الرأس هذا با يطلع لي من هو بعيون واحدة. لا سويها متقدم، انصب يمكن الاعداء اليونانيين امتصاص الغضب. با لا تدعه يضربنا. بات بعد عنه. لما هذا السلاح؟ بات باقم عندي طاقة الوسخ. لا اذهى نزع عليهم العذاب. ايوه ايوه عطى الضرب على الراس، عطى الضرب على الراس. تعال 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 يا الوسخ، خليه يضرب ربعه. موت اللي تحت. قم في العيون. موت اليونانيين. ها ولا عندهم طاقة ولا عندهم شيء مصفين. ها نحن ها نحن. هاي كله مسايق من الأجزاء اللي طافت شباب. هذا الرأس شباب أنا في الأجزاء اللي طافت قطعته. وش بيصير؟ بات شنو حرق روحك كريتوس؟ بات حرق روحك كريتوس؟ هو هذه إضافة فلها لمواجهة ذكريات كريتوس، يعني أخطاء الماضي. عجيب كريتوس. أين نحن الآن؟ أفضل شخصية عندي في عالم الألعاب. دير. دير. أنت صاحب الدعوة. كنت سأوقع، لكن كان يجب أن تأتي لأسبابك الخاصة. إذن أنت لست خيالاً. بلحمي ودمي يا صديقي. ماذا تريد؟ أعرف ما تواجهه جيدا. صاحب الدعوة طلع هذا ها؟ تير. أنا أفهم الأمر أكثر مما تعتقد. الخجل والشك، السؤال الذي لم أجد له إجابة حتى أتيت هنا منذ زمن صحيح ودخلت من هذا الباب. ماذا بالداخل؟ لست هنا لإفساد الأمر عليك، بل لمساعدتك لتستعد. لما؟ أستطيع. فبالنسبة لنا
القتال هو مهمة الجسد، بينما الباقي لعقولنا. راح نواجهه. لست مستعدا بعد. مو مستعدة كريتوس، ما عنده شيء مستعد او مستعد لا. بل عذرا، قل لي لماذا تهاجمنا؟ اعتبرها محاكمة بالقتال يا ميمير. حين يتغلب علي كريتوس سنعرف ان عقله من انجز المهمة. لا تسوي حماية. احسنت. قم قم قم. لازم تتبعني الضربة هاي. غضب الاسبرطي، نزل عليه الغضب. قاتل. ادهى. استعد. ها ها والله عندي حركات جديدة ما أدري بها. ربما المرء الذي يكون في صراع مع ذاته يعجز عن التركيز. هرب هرب. صبور وعاطفيا ومتفاجئا دائما. والمرء المتصالح مع نفسه تكون أفكاره أوضح وغرائزه أكثر حدة، فيكون جاهزا للفور ويكون جاهزا للتطور. قطعه. وش خده من عندي؟ الواسخ. وان استعد. هيا. هم سيد، لا اتوقع اقل من ذلك. تير. ها بعد عنها. قاتل. هيا قاتل. هيا اللي عندك من قوة بس. جيد، لا تتراجع. لما تضرب بالسيف واجه مرة واحدة يطلع منه. بال يطلع منه الثلج. دافع عن نفسك. باقي شوية موت. توقف ضدي يا تير. حلو. قوم بوكس، اعطه بوكس كريتوس، دافع عن روحك. سوي لي حركة الاندرتيكر. قوم. احسنت يا كريتوس، استسلم. حسنا اذا علمني شلون تدخل من الباب. ربما انت جاهز. حقا بصراحة لا احد غيرك سيقرر ذلك. انا شايف الحين طاقة خضراء هنا، وين راحت هيلث؟ حلو حلو، خلينا ندخل من الباب شباب. الحين ندخل من الباب ونشوف وين نروح في هذا الباب. شوف اللحية العظيمة وشوف القرعة. ها
واضح ان كريتوس يواجه ال دماء وعرق كتير. انا لست مستعدا، لكنني سأساعدك في ذلك. حلو، رجعونا من هنا. انا لست مستعدا لكن سوف اساعدك جليتير. فواضح ان كريتوس واجه مخاوف وواجه الاشياء السابقه. المهم ما علينا شوي، هذا كانت حلقتنا اليوم. ان شاء الله عجبتكم، لا تنسوا تدعمني بلايك واشتراك، اشترك في القناه خلينا نوصل حق 10,000 مشترك في اقرب وقت. وصلنا حق 1,000 ونطمح ل 10,000 الحين. اي قناتكم شباب، لا تقصرون شباب من الدعم. وهذه كانت حلقتنا اليوم، السلام عليكم.